السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا على كورس تعلم برمجة واجهات تطبيقات الويب باستخدام رياكت. وتعالوا النهاردة نكمل الايفنتس، فخليكم معانا. تعالوا بقى نجرب الايفنت هاندلر ديت يعني بشكل كويس جدا. انا عاوز دلوقتي ان انا اكتب كلمه في التكست دوت، واول ما ادوس على البطن ده اللي هو البطن تيست دوت، يقوم جاي مثلا ايه مظهرها لي مكان الجمله بتاعت فروم رياكت كلاس، ماشي، اللي هو هنا ديت، ماشي. طيب ازاي اعملها؟ تعالوا الاول هنا نغير في الاستيت ونحط مثلا حاجه اسمها تايتل، ماشي، وجوه التايتل ديت نضيف فيها الجمله بتاعتنا اللي هي فروم رياكت كلاس، ماشي. نمسح الحاجات الزياده ديت عشان ايه ما تلخبطناش. انا كبرت الخط، في بعض الناس اشتكوا من ان الخط صغير، فانا كبرت الخط. لما نعوز تاني الحاجات دي نبقى نرجع لها، ماشي، فعشان الناس ايه ما تتلخبطش، ماشي. وتعالوا برضو نلغي اللي هي الهايات دي والحاجات ديت، ماشي. خلينا بس هنا كده اهو، هنفتح قوسين ونقول هنا ستيت دوت والتايتل، ماشي، المفروض يتعرض هنا. لو عملنا كنترول اس هتلاقي هنا from react class. انا بقى عاوز اغير القيمة بتاعت ايه الستيت دوت، بتاعت التايتل اللي هو ايه from react class، نخليها مثلا اي حاجة تانية. الغي برضو الاتنين دولت هيزولونا يعني كل ما نقف على الـ على الـ على الباتون. انا عاوز حاجة بسيطة خالص، ايه عشان الناس ايه تفهم احنا عايزين نعمل ايه، ماشي. وتعالى هنا نعمل هنا كونست set مثلا value، ماشي، وهنا هناخد هنا الايفنت بتاعنا، وممكن ناخد الجمله دي كده بالطول كده كنترول اكس نحطها هنا كنترول في ونلغي ده كده ونستبدله باسم الميثود بتاعتنا او الفانكشن بتاعتنا اللي هي ايه set value. اوكي، لو عملت كده كنترول اس وجربت ودوست كده هتلاقيه ايه بيعد لي هالو وورلد. تعالوا نعمل ريفرش كده عشان ايه تبقى جديده، اهو هالو وورلد، اهو هالو وورلد، ماشي، بحيث ان ايه ما فيش حاجه تعمل لنا ايه كونفيوز. اوكي، امسح دي السطر ده كمان عشان ايه تبقى العمليه ايه كلير. اوكي، طيب انا هاجي هنا وفي السيت فاليو اهو نمسح ده وهقول له ايه ريزيوم ذس دوت ستيت دوت تايتل، ونحط مثلا فيها هنا الايفنت دوت تارجت، ماشي، دوت فاليو. اوكي، طبعا هنا هو اعترض، طبعا بيقول لك من الخطا انك انت يعني تحط الستيت كده دايركت من الايفنت، وده احنا حاجه كنا شرحناها قبل كده، ماشي. فخلينا نسيت الستيت على طول من هنا بحيث ان اول ما نكتب هنا الفروم رياكت كلاس ده يتغير، ماشي. فهنيجي هنا اهوت كده اهو، هنقول له هنا ايه set state، ونفتح قوسين ونحط هنا التايتل بتاعنا من الفاليو ده. اوكي، الغي ده كده، نعمل كوما، تمام كده، ماشي. نعمل كنترول اس، هنيجي هنا نكتب، شايفين اصبح ايه بيسيت ستيت كل ما اكتب او اغير في التايتل ايه دايركتلي، تمام كده. طيب تعالوا يعني نحول مثلا فانكشن زي سيت فاليو ديت ليه فانكشن عاديه داخل الكلاس دوت، يعني نكتبها مثلا كده، هات كده سيت فاليو دي كنترول اكس نمسح الكونست ده، ماشي، طبعا هو عملها كده علامه غلط. تعالى نكتبها اهوت كده، ماشي، از ايه فانكشن عاديه سيت فاليو. هتلاقيه عامل لك غلط هنا، بيقول لك سيت فاليو نوت ديفايند. الله، طب ما هي ديفايند اهي، دي فانكشن اهي، ايه المشكله؟ المشكله ان هو هنا مش بيعتبرها، ماشي، جزء من الكومبوننتس ده اللي هو الرياكت كومبوننت، ماشي. هي فيربالي كده صح، لكن هي فعليا لا، مش بيعتبرها كده ان ده جزء من الفانكشن. فانت كده ليك حل من اتنين. الحل الاولاني انك تقول له كده مثلا ده هيساوي اهو ارو فانكشن، وبكده العمليه دي تبقى صح. الاس وهنيجي هنا هنغير، هتلاقيه ايه بيتغير عادي. في حل تاني بس اطول شويه، يعني مثلا لو رجعنا ده كده فانكشن عاديه خالص،
ماشي، وعملنا هنا كنترول اس اوكي، وجينا هنا تلاقي عمل ايرور ماشي، ليه؟ لان undefined reading set state. هو بالنسبه له السيت فاليو ديت مش جوه الستيت بتاع ايه الفانكشن ايه بتاعتنا. فالحل ان احنا نعمل لها اللي هو طبعا الكومبوننت دوت، فالحل ان احنا نعملها بايندينج. بايندينج ازاي؟ هنقول this دوت مثلا اللي هو سيت فاليو هيساوي this دوت سيت فاليو دوت بايند لي الزس ماشي. لو عملنا كده كنترول اس وجينا هنا نكتب هنلاقيه يشتغل ايه عادي. فده خطا شائع يعني في استخدام ال في استخدام الرياكت دايما ايه اهو كده، دايما الناس بتنسى لما تحط فانكشن عاديه داخل الكلاس اللي هو مثلا ايه الكومبوننت ده ما بتعملوش بايند. بس طبعا الموضوع انك تقعد كل ما تكتب كلاس تعمل له بايند بالطريقه ده موضوع يعني ممل وصعب ماشي. فالحل انك تكتب الكلاس بالشكل دوت، ده ارو كلاس ماشي او ارو فانكشن ماشي، ايه على طول هيفهم ان السيت فاليو ديت عباره عن قيمه بتحط فيها الارو فانكشن، وانت تقدر تستخدمها من هنا من غير ما تكتب السطر الاضافي ده كنترول اس، وهتلاقي ايه الكود اشتغل معاك ايه عادي بدون اي مشاكل. وبس كده الحته دي اللي ضفتها في الاخر ديت كان بس عشان الناس تفهم ان ان انت لو عملت فانكشن هنا عاديه هو هنا مش هيفهمها في الاون تشينج، مش هيلاقيها برغم ان انت يعني حاططها هنا في الـ في الكلاس، بس لا انت خلاص بقت رياكت كومبوننت اصبح فيه يعني مفهوم مختلف شويه عشان يفهم ان دوت ايه تبع الكلاسز ايه بتاعته اللي يفهمها، فبيشوفها في الاون تشينج بتاع ايه الرياكت اوكي. فيا اما تبايند بالطريقه ديت يا اما تبايند بالطريقه ديت، والطريقتين هيبايندوا مع الرياكت الستيت بتاع الكومبوننت وهيشتغل ايه معاك بدون ايه مشاكل. وبس كده بكده بتنتهي حلقه النهارده. يا ريت لو عندك استفسار من اي نوع سيبه في الكومنتس بوكس تحت الفيديو، واتمنى الناس تدعم القناه بعمل لايك وشير وسبسكرايب. في النهايه اتمنى لجميع التوفيق. كان معكم المبرمج احمد محمدي، والى اللقاء في حلقه قادمه، ودمتم في رعايه الله وحفظه.